أسعد الله أوقاتكم. مما لا شك فيه أن السباق ما زال قائما بقوة بين المساعي المبذولة من أجل التهدئة في غزة والتوجه إلى الحرب الشاملة. فالتهديد باحتمال وقوع الحرب العالمية الثالثة مطروح على طاولات القادة العسكريين، وما هو أخطر إن ثبت فقدان القوة الدولية المحايدة القادرة على جر الطرفين وإنزالهم عن سقوفهم العالية. فإسرائيل التي تعرضت في 7 تشرين لأكبر هزة في تاريخها، أسقطت الهيبة عن جيشها وأجهزتها الاستخبارية، وأذلت رئيس حكومتها الذي يصارع الموت بالموت وهو يستعد ليكون موضوع مساءلة، فهو يعرف أن حسابا عسيرا ينتظره ما أن تضع الحرب أوزارها، ذلك أنه ليس ممكنا أن تبدل إسرائيل أحصنة عربتها الحكومية في وسط مجرى النهر. على هذه الخلفيات يرصد المراقبون الحركة الدبلوماسية في المنطقة. فبعد وزيري خارجيته ودفاعه وحضور حاملة الطائرات الأولى، حط الرئيس بايدن في تل أبيب مؤيدا على العميانة، وسبقها ولحقه رؤساء حكومات ووزراء خارجية كثر جاءوا بالصف لتأدية فريضة الدعم لإسرائيل، فيما الطرف الآخر ومحور الممانعة تحديدا ما زال في موقع المتفرج يحاول قطف ثمار العملية الحمسوية وتجييرها لصالحه، وهو يهدد من بعيد مصرا على استراتيجية إدارة المعركة من الخلف وبدماء الفلسطينيين. وبانتظار قرار عربي بات مطلوبا اليوم قبل الغد أو هذه الساعة قبل المقبلة، ما زال القادة العرب مترددين، لم يبادروا بعد إلى ما بقدرتهم القيام به، وهم في طور تبادل الأفكار مكتفين بردات الفعل الرافضة للاقتراحات الإسرائيلية دون القدرة على فتح معبر رفح لنقل المساعدات الضرورية للمقيمين. أكبر القرارات التي اتخذت عربيا حتى اليوم تجميد التطبيع بين الرياض وتل أبيب، ورفض الأردن استقبال بايدن بعد الاستغناء عن قمة رباعية لمعرفتهم بالعجز الأمريكي عن كبح جماح إسرائيل، وهم يستعدون بعد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد أمس في جدة، يستعدون للانتقال إلى ما سمته مصر قمة القاهرة للسلام إن عقدت بعد غد السبت. هذا على المستوى العربي. أما على المستوى اللبناني فحدث ولا حرج، فالسلطة التشريعية تعمل على القطعة، وحكومة تصريف الأعمال تنازلت عن دورها بسبب عجزها أو فشلها سيان، فالنتيجة واحدة، قالها رئيس الحكومة بالفم الملآن: قرار الحرب والسلم ليس في يدنا. هذه التطورات وما يمكن أن تؤدي له ستكون مدار بحث الليلة في منشات المساء مع المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الاشتراكي الصديق الدكتور بهاء أبو كروم، في محاولة منا سوية لمقاربة هذه العناوين مهما استطعنا إليه سبيلا، فلنرحب به. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جورج. أهلا فيك. أهلا وسهلا بالدكتور بهاء، اشتقنا لك. يلا. دكتور بهاء، وين نحن اليوم؟ شو عم بيصير بغزة هون؟ تقويمك الأساسي يعني واضح أنه العملية اللي قامت بها حماس، عملية 7 أكتوبر، أربكت إسرائيل لدرجة أنها لا تزال يعني بعد تقريبا أكثر من 10 أيام بإطار رد الفعل من دون أن تمتلك خطة واضحة لما تقوم به وأي نتائج يعني بتهدف إلى يعني التوصل إليها بعد هذه الحملة. واضح أنه أيضا الغرب عم بيواكب الحملة الإسرائيلية، لكن أيضا دون تصور سياسي للمرحلة التي تلي ذلك. العدو الإسرائيلي فاقد التوازن في هذه المرحلة، أولوياته هي رد الاعتبار إلى جيشه وإلى صورته طبعا وإلى فكرة إسرائيل الأساسية اللي قامت على الاستيطان وعلى يعني دولة قوية في هذه المنطقة. أعتقد أنه يعني إسرائيل تحصد أو وقعت بالفخ اللي يعني نصبته للفلسطينيين. كان العدو الإسرائيلي يقوم بخطة ثلاثية الأبعاد، تقوم في البداية على تغذية الانقسام الفلسطيني، هذا المسار الأول.
نعم. وهي فرحت عندما أصبحت غزة بعيدة عن الضفة باستراتيجيتها وبالسلطة الوطنية الواحدة أو بالحكومة الواحدة. هللوا لحماس بالسلطة وشق غزة عن الضفة. صحيح، هذا واحد من المشاريع الإسرائيلية اللي نعم. كانت تغذيها، فتغذية الانقسام كان المسار اللي راهنت عليه إسرائيل، واليوم اصطدمت بنتائجه أنه هذا أوصلها إلى صحيح. هذا واحد. المسار الثاني هو تقويض السلطة الوطنية اللي نجمت عن 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 من اتفاقيات أصله. صحيح، من اتفاقيات بالضبط. هذا تقويض السلطة اللي هي أرادت من هذه السلطة أن تكون يعني على يعني خادمة ل يعني ل رؤيتها الأمنية، يعني بدها السلطة تكون شرطي على 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 حق الفلسطينيين بالمقاومة. المسار الثالث هو الانقلاب على أصله، على فكرة إقامة دولة فلسطينية بال 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 يعني بالتصور اللي يعني حاز على توافق دولي. هذه ثلاث مسارات كانت تعتبرها إسرائيل يعني كانت ماشي فيها، كانت هذه استراتيجيتها. اليوم هاي ثلاث أبعاد أوقعتها بمأزق، لأنه كل هذا الرهان سقط بلحظة لم تكن تتوقعها، وبالتالي اليوم هي تبحث عن بديل بالساحة الفلسطينية. إنما بالتوازي مع ذلك، نحن خلينا نروح على مسألة خطيرة عم تحصل. نحن بديسمبر الماضي وصلت هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حكومة اليمين الديني المتطرف، واللي كانت تهدف بشعاراتها وباستراتيجيتها إلى شيء يسمى إنهاء الصراع. إنهاء الصراع يعني حسمه، يعني حسم القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية. طبعا يعني هذا أتى ما بعد يعني بعد موضوع اللي كان يحكى فيه صفقة القرن على أيام دونالد ترامب، اللي أيضا يعني تطرف دونالد ترامب أخذه باتجاه حسم الصراع أيضا. وبالتالي مسألة حسم الصراع كانت تستوجب أولا تهجير من تبقى من فلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداء على 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 الأقصى لتكريسه أو تكريس النفوذ الإسرائيلي فيه، لأنه يعني البعض الديني بالمتطرفين اللي استولوا على الحكومة كان موجود. ثالثا موضوع القدس، يعني إسقاط فكرة أن تكون القدس عاصمة أو جزء من القدس عاصمة لفلسطين دون التمييز بين شرقية وغربية، خلاص عاصمة أبدية لإسرائيل. صحيح، فشهدنا من أيام اليمين يعني الصعود هذه الحكومة المتطرفة، شهدنا كثير من الاعتداءات على الأقصى، اعتداءات المستوطنين على 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 الحوارة، على التهجير وإلى آخره. هذا العرض فهذا المسار اللي رايح اللي أوجدته الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية بموضوع تصفية الصراع، تأتي الحملة الإسرائيلية هلأ اللي رايح على غزة ضمن هذا التصور. طيب هون تصور إنهاء الصراع، وهذه خطورة المسألة. هذا السؤال اللي يطرح اليوم، ما الذي غيرته عملية طوفان الأقصى؟ يعني وخصوصا في موازين قوى، والسؤال الأهم كيف سنستثمرها، كيف ستستثمرها حماس؟ يعني سجلنا انتصار عسكري باعتراف العالم كله في خيبة بالجانب الإسرائيلي، شئنا أم أبينا الإسرائيلي يوم يسعى لاستعادة هذه الهيبة، كيف سنستثمر هذا العمل وهل سينتهي كما سابقاته؟ بال 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 بالمضمون الفعلي بإطار التحليل أو بإطار هلأ بنحكي شو هني عم بيقولوا عن الموضوع. أتت هذه العملية أولا يعني تخطط فيها الخطوط الدفاعية الأولى لدولة إسرائيل، إضافة إلا أنها أسقطت نظرية قوة المخابرات على استباق الأحداث بهذه الدولة، إضافة إلى أن صورة هذا الجيش القوي الذي لا يهزم كمان اتدمرت. الأخطر الأصعب من هيك على إسرائيل هي أن فكرة الاستيطان انضربت من أساساتها، وهذه الفكرة اللي هي كانت تقوم على أنه أساسا إسرائيل هي بلد استيطاني ويقوم على جلب المستوطنين من الخارج إلى 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 فلسطين المحتلة. وبالتالي عندما يعني عندما يدخل الفلسطيني المقاوم إلى المستوطنات ويفتقد الأمن، يعني المستوطنين يفقدوا الأمن ويفقدوا الثقة بسلطتهم ودولتهم، هذه فكرة إسرائيل قائمة على جلب الاستيطان. ولحد امبارح كانوا الإسرائيليين عم بيجيبوا مستوطنين من أوروبا ومن دول أخرى. دكتور بهبنا نوقف عند النقطة بس فكنا عم نقول أنه يعني ما حصل بسبعة أكتوبر هز يعني مقومات وركائز الفكرة الإسرائيلية، الفكرة الصهيونية بشكل عام، واللي هي أساسا قامت على الاستيطان وعلى مكامن القوة، على التغلب على الفلسطينيين بالجيش وبكل قدرات الدولة.
اليوم لحد امبارح كانت يعني الدولة الإسرائيلية تستدعي المستوطنين، تستدعي أو تعمل على يعني استقدام المستوطنين من الخارج. اليوم صارت الصورة مقلوبة، كل المستوطنات على الحدود اللبنانية وعلى حدود غزة أصبحت يعني مفرغة من المستوطنين، وبالتالي فكرة الاستيطان اللي هي أساس الفكرة الإسرائيلية اليوم انقلبت عليهم. إضافة إلى ذلك، خلينا نقول بايدن شو حكي عن 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 عملية 7 أكتوبر. بايدن وصفها بأنه يعني 15 مرة يعني تساوي يعني 7 أكتوبر بالنسبة للإسرائيليين يساوي 15 مرة 11 أيلول بالنسبة للأمريكيين، وبالتالي هذا وصف كتير كبير. ليش هلأ على مستوى 11 أيلول بأمريكا اللي حصل أنه انضربت يعني قدرة أو مصداقية المخابرات الأمريكية في استباق الأحداث، واحد، واثنين انضربت ركائز الحضارة الغربية كلها، يعني كانت الأبراج تمثل يعني الحضارة الغربية، وكان وقتها يعني أسامة بن لادن يعني يخوض حرب حضارات، يعني كانت رايحين على حرب حضارات. اليوم بي 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 يعني بالكيان العدو الإسرائيلي انضربت فكرة أو مصداقية الاستخبارات الإسرائيلية وقدرتها على استباق الأحداث، وانضربت فكرة الاستيطان من أساسها، إضافة إلى هيبة الجيش الإسرائيلي وغيره. وبالتالي اليوم نحن أهمية الموضوع أنه لا يذهب هذا الموضوع إلى شيء له علاقة بالبعد الديني أو البعد الحضاري أو شيء، طالما أنه نحن الموضوع لحد اليوم عم نحكي أنه دولة فلسطينية بتسوية سياسية عادلة للشعب الفلسطيني قد تؤمن يعني استقرار أو سلم بالمنطقة. فبالتالي هيدي عملية كتير كبيرة، إسرائيل لا زالت لحد الآن في 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 طور رد الفعل على ما قامت به حماس، إضافة إلى أنه لا زالت في مرحلة إعادة ترميم هيبة الجيش تبعه، ولذلك الخطورة في أن يعني يستدرج لبنان إلى 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 صراع في هذه الحقبة من هذا الصراع الطويل اللي انفتح على مسارات كتير بعيدة. اليوم هذا الموضوع مش يعني مش رح نوصل لنقرا الوضع سيحل بشهر أو شهرين، هذه مسألة طويلة انفتحت، مسار طويل إسرائيلي ودولي. طيب كمان لأول مرة المعركة على أرض ولو كانت فلسطينية محتلة كانوا معتبرين أرض إسرائيلية. لليوم بعد في مواجهات ببعض المناطق، إلى أي حد تخشى أن يتم الربط بين هذه المناطق لتتشدد إسرائيل أكثر حتى بمناطق 48؟ اليوم شايفين بموضوع الضفة، بالضفة في مواجهات شبه يومية كمان، عربت مناطق 48، هل يمكن أن تشهد امتداد لهذه الحرب؟ واضح أنه الإسرائيليين عم بياخذوا إجراءات، يعني حجم الاعتقالات بالمئات اليوم بالضفة الغربية، والشهداء 30-40 شهيد باليوم عم يسقط بالضفة الغربية. واضح أنه الحملة على يعني الحملة على حماس كما يقال لديها عدة مستويات، واحد منهم سيكون تلقائيا يعني بالداخل بأراضي 48، وهذا يعني بالمراحل السابقة من خلال السنة والتصدي لحكومة اليمين الديني أراضي 48 شاركت وساهمت في الانتفاض على يعني سياسات حكومة اليمين المتطرف الأخيرة، وشاركت بالدفاع عن الأقصى وعن القدس، وبالتالي كان في وحدة للمشهد الفلسطيني تجلى بعدد من المحطات السابقة، تكون من فلسطينية حتى بالمدن المشتركة صار في مواجهات في يهود وعرب، صحيح، فلسطينية 48، فلسطينية الضفة الغربية، فلسطينية غزة، إضافة إلى يعني أبناء الطائفة الموحدة بالجليل وبالجولان اللي اعترضوا على كثير من السياسات. طبعا جمع هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بعرب الداخل مسألة أنه إسرائيل أقرت مسألة يهودية الدولة، وأنه أصبحوا هن يعني مواطنين درجة ثانية وليس لهم حقوق سياسية كما لليهود، وبالتالي هذا الشيء أضاف لهم يعني محفزات لكي يعني يعارضوا السياسات الإسرائيلية الموجودة حاليا. بس تقرأ هذا الوضع بدي أرجع أسأل سؤال. نحن محتفل العالم كله تقريبا خصوصا محور العربي سرت العالم بالعملية اللي عملتها حماس إلى درجة أنه قهرت هذا الجيش. حتى ألا تعتقد أنت إذا في فينوغراد جديد أو لجنة تحقيق قد يكون هناك تواطؤ إسرائيلي في العملية؟ أنا بتذكر رئيسة مركز المراقبة على معبر إرتز بتقول كنا نحصي مش أن يتقدم هر على، كنا نحصي الصراصير التي تتجه إلى بوابة إرتز. كيف فتحت البوابات وجرافة بتشيل باب وبيدخلوا فيها؟ عندك شيء
يعني عم تتعمق انت بلقائتك مع الفلسطينيين، كل شيء في سر من هالاسرار؟ يعني بدي احكي على مستويين، المستوى الاول انه كل العمليات الكبيره يسود حولها بعض الغموض لناحيه يعني هذه الاشياء، حتى 11 ايلول يقال في مكان ما أن هناك دور للمخابرات الأمريكية اعتماد على نظرية المؤامرة، يعني قضايا من هالنوع. أنا لا أؤمن بهذه النظريات، أنا أؤمن أنه الفلسطينيين يخوضون حرب، صراع من أجل أو صراع بقاء، صراع من أجل حقوقهم المشروعة مع العدو الإسرائيلي، ويعني يقتنصون نقاط الضعف ويعملون ويجهزون ويعدون لمعارك وجولات من المعارك. الفلسطينيين عم بيعدوا جولة بعد جولة، غزة لحالها يعني قطعت فيها تقريبا من 2007 لليوم 5-6 جولات، كل جولة تكون يعني 8-9 2014 2015 2021 فهناك 16. أعداد، فهناك أعداد وتخطيط ويعني توجيه باتجاه، في تجارب سابقة، في تجارب أكيد، وفي التقاط لنقاط ضعف. وبعد توقيت الموضوع بعيد وانهار سبت وغيره يعني كان له أيضا مدروس. هلا نحن يعني تلقينا او انحطينا باجواء، يعني خبرونا بحماس انه هن يعني عملوا هذه العمليه، بادروا لها بتوقيت حددته القياده العسكريه داخل غزه، ولكن لم يكن يتوقعوا انهيار الاسرائيلي اللي حصل. يعني حصل انهيار بطريقه ممكن كبر من يعني حزمة أو رزمة الأهداف اللي كانت موضوعة لدى حماس بالبداية، وبالتالي صار هالشيء الكبير، صار انهيار كبير، ودخلت الناس ودخل الناس عاديين إلى درجة أنه ما كان عم بيرجد صحيح سلام. يعني كانت يمكن ربما كانت العملية لها أهداف متواضعة استراتيجية قوية، لكن متواضعة، كانت يعني لم يؤخذ بالحسبان موضوع رد الفعل العنيف اللي حصل لأهالي غزة، لأنه في عدة استحقاقات سابقة كانت حماس يعني تحرص على أو تقول أنها تحرص على أمن وسلامة الناس وما بتدخلهم بحروب غير محسوبة. هالمرة ربما كان هذا الأمر لهذه الناحية غير محسوب كفاية. أنت عم تحكي أنه فوجئوا، مش أنه فوجئوا بتوسع العملية، فوجئوا بردة الفعل كمان. أنا بقول أنه يعني كانت ربما يعني ربما كانت العملية لا تذهب إلى هذا الحد وهذا الحجم من الخسائر ومن الأسرى والدخول على المستوطنات الذي يستجلب رد فعل بهذا الحجم. هذا بالضبط ما اللي عم بقوله، ربما كان ذلك، لأنه أعتقد أنه هذا الرد الفعل ما بعتقد يعني حدا بيريده للناس اللي عنده. هي يعني صار في كلام صريح لمسؤولي حماس، لم نكن نتوقع أن يجتاح كل هذه المناطق، رحنا 40 كيلومتر ورحنا بالجو وبالبحر وبالبر بهذه الطريقة. بس هل يعقل أنه توصل لمرحلة توقع فيها 1500 قتيل و200 و250 أسير ومن توقع رد الفعل؟ تقديري ما كان حدا متوقع انهيار قيادة منطقة غزة اللي هي عديدة تقريبا حوالي 20,000 عسكري، قيادة غزة اللي بتحيط بغزة بهذه السرعة وبهذا الشكل. حصل شيء معين وصار اللي صار. هل نحن اليوم أمام مرحلة تانية؟ أنا بعتقد الدخول بالنقاش هيدا ما بعرف، يعني بده أخصائيين عسكريين. نحن اليوم أمام مشهد بالسياسة، مش عم بطلب نحن اليوم أمام مشهد في توقيت معين لعملية معينة تأتي في إصرار وضعتها حماس بإطار الرد على الاعتداءات على المسجد الأقصى، وبإطار موضوع حل موضوع الأسرى. في بالسجون الإسرائيلية 6,000، أكثر من 6,000 أسير فلسطيني، بيناتهم أطفال ونساء، فكان في قضية اسمها قضية الأسرى، المجتمع الدولي يتجاهلها وتجاهلها يعني لأكثر من 75 عام. ففي قضية اسمها قضية الأسرى، في قضية اسمها قضية حق الفلسطيني في إقامة الدولة، في قضية اسمها قضية احتلال، كل هذه القضايا تجاهلها المجتمع الدولي. ففي بإطار العمل المشروع المقاوم أعدت حماس هذه العملية وحصل ما حصل. اليوم نحن أمام رد فعل إسرائيلي يعني همجي تدميري يتوجه نحو الأبرياء. هل بدي أسأله أنا هلأ، بدي أقول إلى متى سيبقى السباق قائم بين التوجه؟ نحن خلينا نقول يمكن حماس قالت أنا عندي أزمة أسرى، اليوم عم نحكي بحل الدولتين، عم نحكي بملفات أكبر بكتير من أهداف العملية. السباق بين التوجه إلى العملية السلمية أو التوجه إلى حرب شاملة كيف بتقيسه؟
عندك يعني اليوم عم نقيسها بميزان الجوهرجة، بس ما بنعرف اذا فلتت الاوضاع لوين بتروح. جورج انا بالاعتبارات اللي عم نشوفها، انا عم بقول لك الاسرائيليين لا يزالون اليوم باطار رد الفعل دون اي افق سياسي ودون اي تصور سياسي، وربما زياره بايدن لهون على المنطقه او على اسرائيل حاليا لربما وهو قال انه سال الاسرائيليين طب ماذا يعني ماذا يعني اليوم شو عندكم، شو عندكم بعد هيك، ما في تصور. ولكن انا عم بقول لك التصور الاسرائيلي واطار رد الفعل ياتي متوازي مع حكومه واهداف حكومه اليمين الاسرائيلي في تصفيه القضيه الفلسطينيه وانهاء الصراع الاسرائيلي. والدليل احيوا طرح الترانسفير صحيح. فهذا الموضوع اليوم بيحكوا فيه. اليوم عم نحكي نحن بمليون لاجئ، مليون نازح من غزه، وهي غزه كلها مليونين، فباعتبار نص اهل غزه صاروا حيروحوا من الشمال على الجنوب. المشروع اللي المعروف الاسرائيلي المعروف اللي اشتغلوا عليه ادارات امريكيه واسرائيليين سابقا اللي هو مشروع ايجور ايلاند، اللي هو انه ترحيل وترانسفير من غزه الى منطقه سيناء، او اللي هو امبارح فجاه نشرت جرايد سنه 1990 صحيح عم يطرحوا ترحيل الشمال الى الجنوب. طرحوا ترامب مع ما طرحوه انطرح طرح اوضح كان بصفقه القرار، طرحوا كوشنر وانطرح بالضبط، وكان مطروح على ايام محمد مرسي، ويقال انه وافق عليه الرئيس محمد مرسي. يعني في 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 مهيئات لهذا الموضوع موجوده. فهذا اذا كان العدوان الاسرائيلي ياتي في اطار هذا المشروع، هذه خطره. ليش؟ لانك انت تستبعد اقامه دوله وفق القرارات الدوليه وفق التفاهمات، واذا بدك اوسلو، اذا بدك المبادره العربيه للسلام، اذا بدك قبل ما فوت بهذا الاطار نرجع على صفحه جديده. زياره الرئيس بايدن كلنا بنعرف انه تخربط برنامجه، كان قبل بيوم مفروض طيارته تيجي على عمان مباشره، كان في لقاء رباعي مع الرئيس الفلسطيني والرئيس المصري، سبقه وزير دفاع، وزير خارجية، حامل الطائرات. طيب ما هو الدور الذي كان سيلعبه الرئيس بايدن؟ وهل أخطأت الأردن بتعطيل القمة؟ هل كان هناك أمل بأن يطلق شيئا ما يقود إلى عملية سلام بدل الخطاب الناري والحق المطلق بالتدمير والضحايا والمستشفى كلهم ما عن حق فيهم؟ لا يعني كان جاي بايدن على المنطقة ليستكمل الشيء اللي بدأه من أول يوم، وهو مسألة الضغط على الدول العربية والجهات العربية لإدانة حماس، لإدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس. وموضوع إدانة حماس لا يتعلق فقط بحماس، هو إدانة يعني بكل لحق الفلسطيني بالمقاومة. حماس اليوم يعني عنوان واحد من العناوين المقاومة الفلسطينية، واحد من العناوين المقاومة الفلسطينية يعني نشأت بظروف بأواخر الستينات. فاليوم كان جاي بايدن لحتى يضغط على الدول العربية أولا لإدانة حركة حماس وعزلها عربيا وإسلاميا، كان بده موقف من الرئيس الفلسطيني صحيح دي. كان عم يضغط بهذا الاتجاه العرب وبس. صحيح. اثنين، لتبني الاستراتيجية الإسرائيلية لحماية إسرائيل، حمايتها وتأمين هذه الشبكة الحماية اللي هلأ مأمنة دوليا ولكن عربيا وإسلاميا بعد ما تأمنت. وبالتالي هون في حكي يعني عربي إسلامي عن ضرورة يعني إعادة الاعتبار لكل المبادرات السياسية اللي بتحكي عن حل الدولتين أو بتحكي عن عملية مبادرة العربية 2002 بيروت. وبالتالي هذا اليوم كانت أهمية يعني هذه الزيارة تأتي بهذا السياق. نحن اليوم عم نقول التالي، اليوم أهمية الضغط العربي الدبلوماسي والسياسي الذي يقوم به، أولا عدم السماح بإدانة حماس كحركة وطنية فلسطينية مقاومة. ليش؟ لأنه إدانة حماس سيجر نفسه على إدانة كل التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، اللي هذا حق أي شعب. بس بيان مؤتمر وزراء الخارجية العرب ساوى بين حماس وإسرائيل، وحكي عن القصف المتبادل والعنف المتبادل، هذا نقاش صحيح، هذا نقاش موجود ضمن الضغوط الأمريكيين، وأقصى ما وصلوا له وزراء الخارجية أن يساوى بين الجلاد والضحيه اذا بدك بالمنطقه لناحيه بعض الاعمال. هيدا نقاش لان احنا اليوم لان ايه انا منيح توقف عن النقطه، لانه بتقول لك جورج نحن اليوم امام محطه كثير كبيره، امام حمله دوليه للقول انه الحمله الدوليه على حماس تشبه الحمله الدوليه على داعش. اليوم عم بيصير في دمج او خلط او بالضبط تشبيه لحماس على انه داعش. حركه حماس ليست داعش، وحركة حماس حركة مقاومة إسلامية وطنية فلسطينية.
فهيدي الحملة يجب التصدي لها على المستويات السياسية والثقافية، لأنه إذا أنت بتروح على أي تجرد الشعب الفلسطيني من حقه بالمقاومة بتكون عم تقضي على 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 القضية الفلسطينية، لأنه الإسرائيلي مش هيعطيك شيء إلا بإطار توازن القوة اللي بيخلي الإسرائيلي يتنازل عن حقه أو عم يتنازل لصالح الحق الفلسطيني. فهيدي المعركة هي معركة تكريس الحق، حق الفلسطينيين. لذلك هلا رغم بعض التجاوزات، ربما رغم بعض الارتكابات، اليوم الفلسطيني اليوم اذا ارتكب شيء بحق بعض المدنيين اللي هم مستوطنين هذا ياتي باطار المقاومه المشروعه، بينما بالمقابل عم نشوف ارهاب دولي اسرائيلي، اليوم عم نشوف بالمئات، اليوم عم نشوف بالاطنان، ما في مجال للمقارنه. صحيح. فاذا في 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 ارهاب دولي مقابل بعض الأعمال والارتكابات أو التجاوزات اللي عم تكون بها مقاومة بهدف يعني تكريس حق مشروع، وبالتالي هيدا الفرق بين البعدين. نحن اليوم عم نقول أنه الإطار اللي بيحمي القضية هو التمسك بحق الفلسطينيين بالمقاومة أو بالنضال لأجل إقامة يعني الدولة الفلسطينية. واليوم هيدا الحشد الدولي اللي عبر عنه واللي سكر عليه نتنياهو بأنه سيغير صورة الشرق الأوسط والمشهد بالشرق الأوسط، هذا الشرق الأوسط لن يتغير فيه المشهد إلا بإقامة دولة فلسطينية، إلا بإنهاء الصراع على أساس إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ليس بإنهاء الصراع على أساس سلب الفلسطينيين هذا الحق، عرفت؟ وبالتالي هذه الحملات الطائرات اللي عم تجي وهذه الأساطيل، يا ريت هذا الأسطول بيجيب معه دولة فلسطينية، وحملة الطائرات تحمل للفلسطينيين دولة، ما بيحملوا، لأنه هذا منطق القوة لن يغير شيء. بس دكتور، ما كلنا بنعرف إنه نواة المشكل بين نتنياهو ورئيس بايدن، حديث الرئيس بايدن عن مشروع الدولتين دائما باعتقادك يعني بعده الرئيس بايدن قادر، بعده بده الدولتين ليقدر يلاقي العرب بالطرح اللي شوف. حكينا عن قمة طارت امبارح بعمان، امبارح اجتماع منظمة الدول الإسلامية بجد بالرياض، وبكرة عندنا قمة القاهرة للسلام، يعني مقطوع الأمل نهائيا بحديث الدولتين. خليني أقول لك، لو كان في هناك مسار سياسي يعني عبر محادثات عبر مبادرات إلى آخره عبر مؤتمر دولي عم بينحكى فيه سياسي تجاه موضوع الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، ربما لم نكن لنشهد هذه الأمور اللي عم تحصل حاليا. لكن إدارة ترامب عندما أتت لم تأتي ما أتت بمبادرة سياسية، أتت لاحقا أتكلف كوشنر بأنه يجيب صفقة القرن ويجي فيها مثل ما هي خالصة معلبة دون أي مشاورة. بايدن جاب ابن عمر وبسطنا فينه من أصول لبنانية. قبل شو كان يصير؟ قبل كانت كل إدارة تأتي، كل رئيس يأتي على الإدارة بيعين كان مندوب يعني الصراع العربي للشرق الأوسط. وبالتالي إدارة بايدن اليوم، إدارة بايدن تجاهلت تعيين وسيط أو تجاهلت إقامة حوار لموضوع التسوية السياسية بالشرق الأوسط. هذا شكلي أنا مشان هيك عم بقول لك أنه الإدارة الأمريكية حتى لو تحدثت عن حل الدولتين هي ليست جادة اليوم بإعطاء الفلسطينيين هذا الحق. هذا عم بقول لك ما في جدية عند الأمريكان للضغط على إسرائيل يعني كل سعي الدول العربية هلأ لإحياء مبادرة بيروت برأيك فالصو؟ لا، هذا الشغل لازم نعمل، بس هذا الشغل لازم نعمل بالتوازي. ما هذا كيف قال انه سيبحث بعمان، ومن حكى عنه امبارح بالبيان السعودي اللي اعقب اجتماع وزارة الخارجية اهم من البيان اللي صدر عن مؤتمر وزارة الخارجية. صحيح العرب. صحيح. وهلا رايحين على القاهرة تنحكي بمشروع الدولتين، وهذا لازم يحصل بالتوازي، يعني عذاب على الفاضي. بتكرس البعد السياسي عبر 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 مبادرة الحديث وتكريس المبادرة العربية للسلام، إضافة إلى ذلك يعني إرسال المساعدات للفلسطينيين، يعني مساعدة الفلسطينيين بهذه المرحلة الكبيرة، فتح الحدود بين مصر مع رفح لإيصال المساعدات للفلسطينيين لتمكينهم من الصمود بهذه المعركة الكبيرة. بالتالي في مستويات سياسية وفي مستويات على العرب أن يقوم بها باتجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني. كيف رأيت تعيين ديفيد ساترفيلد مفوض للشؤون الإنسانية بغزة أو ما هي الغريب؟ حتى الاتحاد الأوروبي اللي دعم إسرائيل وبارك عملياتهم وعشوائي يعني راح يباركوا كمان أصف المستشفى المعمدانية، وعم ينفقوا مليارات هلأ تيساعدوا الفلسطيني. شوف مشكلة الفلسطينيين أنه هي يعني ما حدا اعتبرها قضية سياسية من البداية. وعد بالفور
ما تحدث عن شعب فلسطيني. وعد بلفور تحدث عن سكان من طوائف أخرى غير اليهود بالمنطقة، يجب احترام حقوقهم وغيره. إيه فالإسرائيليين كان بدهم يعطوا الحكومة، يعني كان بدهم يعطوا الشعب الفلسطيني بي يعني بالضفة الغربية وغيره إدارة ذاتية، إدارة ذاتية، وكانوا يحطوا الفلسطينيين بخانة الأردن وبخانة مصر، يعني هذا اللي كانوا عم بيعملوه. فهني بيحكوا عن أهالي وسكان محليين وإلى آخره، بس ما بيحكوا عن شعب فلسطيني وإله حق بأن يكون عنده دولة. وبالتالي هيدي نظرة، بس في شيء هيدي نظرة، هيدي نظرة من هون بتيجي أنه أي في قضية إنسانية، هلا بنفتح لنا شوية معابر، بنبعت شوية مساعدات، بنبعت صليب أحمر، بنبعت غيره، وهيك بتنحل الأمور. دون حل سياسي أساسي قائم على ركائز وطنية، قائم على إعطاء حق الفلسطيني حقه بي بي بالقدس، بي بي بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، بوطن خاص، بالحدود إلى آخره، بوقف الاستيطان بغيره، ما في ما في ما في حل. وبالتالي هيك أنت بتشوف أيام بيجي بيطرحوا لك حل اقتصادي ولا إنشاء منطقة حرة، تسمع الحل الاقتصادي أنه والله الفلسطيني بدنا نعمل له يعني مداخيل ونأمن له فرص عمل ونعطيه بنجيب له من قطر ونجيب له، يعني هذه كلها حلول ما بتوصل لنتيجة. وجربوها الإسرائيليين ولحد هلا بيجربوها، بعد حيجربوها ألف سنة، بس ما الشعب الفلسطيني اليوم من الصغير للكبير متمسك بحقه، والأجيال اللي الأجيال اللي عم تخلق عم تخلق أشرس من بيته، عم تخلق متمسكة بحقها بإقامة دولة أكثر من الـ من الـ من الأجيال السابقة. يعني فينا نقول أي فكرة أو مسعى عربي لإحياء مشروع الدولتين لن يرى النور مثل ما عم بتقول أنت؟ لا أنا ما عم بقول لن يرى النور، أنا عم بقول بدها شغل، بدها شغل. لأنه بينح بايدن لمح كمان مشروع الدولتين، وبلينكن حكي بالموضوع وحكيوا معه بالأردن. بالعكس اليوم تيجي أخبار مجزرة المستشفى، بالعكس كان الرئيس الفلسطيني عم يحكي مع بلينكن بهالموضوع. على العرب أن يستفيدوا من، على العرب اليوم أن يستفيدوا من القوة اللي ظهرت، قوة الشعب الفلسطيني اللي ظهرت مؤخرا. صحيح. واللي كسرت الإرادة الإسرائيلية، وهي حرب إرادات، يعني هي آخر شيء هذا صراع إرادات. صح. وصراع بين حق وبين احتلال، يعني في عمليا في مشروعية للنضال. على العرب أن يرتكزوا على هذا الحق وعلى هذه المشروعية وعلى هذه مكامن القوة في الشارع الفلسطيني. صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مكمن قوة، صمود الشعب الفلسطيني بغزة قوة، عنصر قوة. اليوم مربك الإسرائيلي ماذا يفعل؟ مش عم نعرف أنه أوكي بده يفوت بالبر، طب وعالوا، وإذا فات بالبر شو يعني؟ ما بتكبد خسائر أكتر. ما حدا بيقدر اليوم يجي يتعاطى مع حركة حماس وكأنها داعش وبدك تجيب حملة غربية حتى عليها. ما حدا بيقدر حماس، عم تحكي مع مقاومة كاملة بالضفة بالقطاع، ما بتقدر. ما في حماس وحدة. صحيح ما بتقدر، هذا شعب فلسطيني. حماس مع الجهاد الإسلامي مع الجماعات الإسلامية ما جربوا نفس الشيء، ما عملوا بمنظمة التحرير كفروها وخوانوها وعملوها إرهاب. نذكر كلنا كيف كان تعاطي معها. اليوم في معايير معين الغرب ربما ما عم يتجاوزها، بس لأن في شرعة حقوق في كذا بتبين الإرهاب من صاحب الحق. فحماس ليست داعش ولن يستطيعوا القضاء عليها مهما أتت من أساطيل، وهذه الأساطيل اللي إجت ياريت بتلاقي حل سياسي وتضغط على إسرائيل لحتى تعطي الفلسطيني حقوق، إنه بتنتهي القصة بالشرق الأوسط ومروح على مشروع تنمية إلى آخره بمنطقة الشرق الأوسط كله. وهذا مشروع البديجي من الهند على حيفا كمان ممكن تلاقي فرص فيه إذا أقامت دولة فلسطينية، بس على دم الفلسطيني، بس على دم الفلسطيني لن ما حيحصل ذلك يعني. طيب وقت تحكي بكل هذه المشاريع وتحكي بهالمشاريع وبتشوف شو صار بالواقع الجديد، أي منفذ أنت باعتقادك بعد في شيء اسمه ما بدي أقول، لأنه بالمقابل الحديث عن الدولة الفلسطينية وغزة برزت صور من فترة عن قناة سويس تاني أو قناة إيلات غزة مرقة بنص قطاع غزة، مشروع القناة. بين مشروع القناة والتوجه اللي طلع من مؤتمر الدول الكبرى بالصين لحيفا خط بري وبحري عبر دول الخليج، برأيك هذا بعد في شيء منه؟ بعد في يعني شوف يعني نتنياهو واضح انه اليوم بده يعمل عملية تفريغ لجزء من غزة من سكانه. نعم. بعده يعمل ترانسفير وبده يعمل عملية منطقة خالية من السكان ربما، ما بعرف، وبده يجرب يعمل انتصار لحتى يعوض شوي عن من هيبة جيشه. انا تقديري انه 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 نحن فتحت المسار المنطقة على شيء طويل الامد وعلى شيء تغيير كتير كبير. انما اليوم انت لتعادل هذا التغيير بدك اول شيء قبل هذه المعركة وبعدها الحق هو حق، معركتك مع الاسرائيلي لازالت هي انت تأخذ منه دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تأخذ منه حق الشعب الفلسطيني وهو يأخذ منك الاستقرار والامن، وبيعمل بيقدر يعمل المشاريع اللي بده اياها.
هذه المعادله اللي هي السؤال بطرح لو في نيه لو في نيه سلم لو في نيه صحيح نيه سلم صحيح يعني اذا حكيوا العربي هذا المنطق مين راح يرد عليه هي ذاتها على العرب 10 طلعت عليهم اطلع 10 اليوم العرب اليوم العرب بشكلهم يعني بشكله اذا كان في استراتيجيه عربيه واحده وإذا كان في موقف عربي قوي ونحن أنا أتلمس يعني شوي من الموقف السعودي في شيء من يبين بارح موقف مصري بين السعودي والمصري في شوية في شوية قوة الملك الأردني أيضا يعني في عنده شوي يعني هذا بعتقد اليوم جنون الإسرائيلي مفروض يتعقلن من خلال حركة عربية تقدر تضغط على الدول الغربية اللي دعم إسرائيل فتحت له يعني تشيك بلا رصيد لإسرائيل على هول الدول حتى يعرفوا أنه أوكي موضوع حماس شيء بس موضوع فلسطين شيء تاني مش كل الناس أول شيء مش كل الناس حماس تاني شيء أنه هذا الشعب الفلسطيني اللي عم بحارب بحماس وغير حماس لا هذا شيء يعني لازم يفهموا أنه هذا الشيء مش هيقدروا بالقوة لوحدة أنه يقضوا عليه وبالتالي الحل السياسي هو المخرج الوحيد للمنطقة إذا حدا بده يعمل شرق أوسط جديد بده يعطي للفلسطينيين حقهم لحتى نخلص من هيدي القضية بس تخلص هيدي القضية بينفتح الشرق الأوسط على سلام على 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 مساواة على عدالة على اللي بده إياه ممكن في سيناريوهات مثل ما أتى بهذا البيان الغربي اللي طلع من دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اللي بيحكي عن يمكن حق مشروع للشعب للفلسطينيين ما ذكر شيء بس لكن ذكر بعناوين فضفاضة لكن هذا الحق هو إقامة دولة فلسطينية لا أكثر. دكتور بهاء إلى المقطع الأخير من حلقتنا اليوم كنا عم نحكي عن انتشار البوارج 2022 طائرة استراتيجية بقاعدة الظفرة بالإمارات العربية المتحدة باعتقادك أنت أنه USS جيرالد آر فورد جاي على المتوسط تتناقش الوضع بحي الشجاعية بغزة إذا ربطناها مع الحضور الأمريكي مع الأمريكي وال بقطر وبالإمارات العربية وبدء الهجمات هلأ اليوم تبعت الأخبار أنت أكيد هجمات على مواقع عين الأسد الأمريكية بالعراق التنف على مثلث الحدود السورية العراقية وشمال وغرب شرق نهر الفرات ألم توضع المنطقة كلها من طهران لباب المندب مرورا بمضيق هرمز للمتوسط بسلي وحدة؟ لك انا بصراحه اقول لك ما اللي عم بيتابع شوي هيك موضوع الامريكاني واستراتيجياته انا ما عدت يعني على ثقه بانه الامريكيين لديهم استراتيجيه واضحه وقتها بنذكر كلنا وقتها كان في موضوع الانتقال الى الباسيفيك والى اسيا رجعوا بعدين كانوا بيظل يعني تركيزهم على الصين نشأت الأزمة في أوكرانيا شوي رجعوا على أوروبا أنه هلأ صار التركيز بأوروبا شوي صار في سخونة بالشرق الأوسط اجوا على الشرق الأوسط أنا تقديري الأمور أنا على ثقة بأنه الولايات المتحدة ليس لها استراتيجية واضحة وأنه إذا كان لديها استراتيجية فهي استراتيجيات متحركة وفقا للإدارات ووفقا ليوم بيوم لأنه عندهم بعد ما شارك الانسحاب من العراق وبعدين الحديث من انسحاب من سوريا بعدين من الحسكة ومنطقة شمال شارق سوريا رجعوا بقوة ورجعت البوارج صحيح حملتي طائرات وعساس خلص داعش رجع داعش وساعة مع إيران ساعة مش مع إيران يعني في عمليات أنت ما فيك مشان هيك هذا اللي كان يعني كان يحصل بالزمان أيام الحرب الباردة كان في استراتيجيات ثابتة كان مثلا حتى لدرجة أن الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية كان يوضع خطط لخمس سنين صحيح هالقد كانت وجهة متكافئة وكيف كيف طرفين الاستراتيجيات كانت ثابتة الاستراتيجيات صحيح. اليوم استراتيجية يوم بيوم بينطر أنت لتشوف شو بدك تعمل يعني بده ينطر الفصائل التابعة لإيران لتشوف شو بدك تعمل لحتى يحدد سياسة أمريكية وفقا لها بالتالي أنا مش على سئة أنه لدى الأمريكيين سياسة واستراتيجية واحدة هلا في تركيز على الشرق الأوسط بالوقت الحالي صحيح لكن هذا التركيز أيضا يعني له 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 أولويات أولويته حماية إسرائيل إيران ربما عم ممكن التعاطي معها لحد الآن بطرق دبلوماسية بالعصا والجزرة غيره فيه يعني إيران كمان دولة براغماتية عم تجرب تتعاطى مع الولايات المتحدة بمنطق يعني كمان براغماتي بس لا زالت الأولوية الأمريكية اليوم حتى الأولوية الغربية اليوم في حماية إسرائيل هيدي الأساطيل كلها لحماية إسرائيل ومصالح إسرائيل وبالتالي إذا استوجبت من مين؟ إذا استوجبت من صواريخ القسام من احتمال أن تتكرر تجربة صدام حسين بالصواريخ 39 سنة 91 صواريخ من اليمن
من سوريا من العراق حمايتها من كل هذا الأمر يعني طيب من كل هذه الظروف. لذلك عم بقول إداء بدنا نوصل لمطرح نحكي شوية تشوف شو نصيبنا نحن ما يجي على الحدود الجنوبية هبي سخنة هبي باردة بين ساعة والتانية. عم نحكي عن قواعد اشتباك تقريبا صارت شبه ثابتة، تقتل عسكري من الحزب برد بيقتل عسكري، بتكسر كاميرا بنكسر له كاميرا يعني لحد هلا هيك لحد هلا هيك بس ما حدا بيضمن الى اي درجه. اكيد ما حدا بيضمن بس الى اي درجه نحن متجهين على الاقل على الساحه اللبنانيه. انا بعتقد ليس من مصلحه احد لا على المستوى اللبناني ولا على المستوى الفلسطيني يعني دخول لبنان بحرب بهذه المرحله، مش لمصلحه حدا ولا مصلحه ولا من مصلحه اللبنانيين يعني ان يكون لبنان او يصبح لبنان غزه تانية، مش من مصلحته حتى مش من مصلحه الفلسطينيين، حتى مش من مصلحه القوى الفلسطينيه اللي اليوم عم بتحرك ما بدك حدا يعمل هالاطار للتفاهم. صار بدنا عم بتحرك الجبهه صار بدنا اطار تفاهم. شو معناتها 30 صاروخ تتبنى حماس من جنوب لبنان؟ يعني مفترض انه هذه الامور تكون يعني تحت السيطره الى اي درجه حزب الله قادر ان يضبط هذه الساحه ام ان كل شيء يجي تحت عباءته؟ هذا اللي بدي اساله. لا لك في انا اعتقد انه يعني حزب الله يعني وليد باك عم بيشيد بحكمه حزب الله، عم بيشيد بالجهود اللي عم يبذلها الرئيس مئاتي، عم نراهن نحن عم نراهن نحن عم نراهن نحن عم نراهن على قدره حزب الله بانه الى اي درجه ممكن ضبط هذا الموضوع وعم نشوف اللي عم بيصير من التورط بهذه الحرب عم نراهن. لكن ما بيعيش اذا حدا يضرب 30 صاروخ ليله تنقول حماس عم تضرب من جنوب لبنان ونحن حاطين جبهه كلها بعهده الحزب. ايه في يعني ما بعتقد شو يعني أنا لا اعتقد بانه هذه الامور مفيده اليوم. يعني لازم يعني الفلسطينيين يقدموا مشهد مختلف، مشهد له علاقه ب يعني احترام قواعد يعني الوجود بلبنان. هلا كيف عم بتصير؟ انا بعتقد كمان في من جهه اخرى انه في يعني في وجود فلسطيني بلبنان قديش امكانيه ضبطه بهذا الظرف وبهذه يعني الاحوال العاطفيه واللي يعني بتستوجب تضامن مع اهل غزه وبما يحصل بغزه. مفروض انه نحن نوازن بهالامور، لكن بكل الاحوال بعتقد الامور لها ممرات شرعيه ولها ممرات مفروض انه لا نعود الى حقبه سابقه مرق فيها لبنان وما وصل الى نتائج. تقديري انه على الاطراف كلها يعني احترام بعض القواعد الاساسيه التي يرسو عليها السلام او بعض السلم والهدوء على الجبهه الجنوبيه، احترام هذه القواعد لحتى نجرب انه يعني ننأى بلبنان عن هذه الاحداث، لانه امامنا مشهد كثير كبير، امامنا جنون ليس له حدود، امامنا غطاء دولي ايضا لاسرائيل ليس له حدود. بالتالي الدخول بهذا الاتون بهالمرحله في مغامره كثير كبيره. بس بنشعر مريت انه رايحين باجرائنا لهناك انا تقديري بعد الامور ضمن حتى هذه اللحظه لحد هلا بعد الامور ضمن يعني في هيبه من عند الاسرائيليين. وليد باك جنبلاط ومعه رئيس الحزب تيمور كان عندهم حركه، سجل الرئيس جنبلاط موقف متقدم جدا من الحزب من المقاومة، يقال انه في شيء مش راكب على مستوى الثنائي الشيعي بين الرئيس بري والحزب، ما بعرف اذا في شيء منه. هل تعتقد انه القرار 100% يصدر من الضاحية الجنوبية؟ شوف ام ان لطهران ادار يعني بين إدارة العملية من الخلف؟ لأنه إذا بترجع شوي بدي أرجع وأنت خبير فيه أنا بعرف شو معناته كلام مسؤولي حماس مبارح وأولت مبارح، بلشنا نخونهم هلأ معتبرينهم أنه ما لهم علاقة، عم بيلوموا الحزب لماذا تأخر بالرد أو لماذا هل يكتفي بما قدمه حتى الآن؟ لك هي ربما الـ يعني الـ الـ ما سبق ذلك، ما سبق العملية من الحملات الإعلامية ومن الكلام العالي السقف اللي تولته كل منظومة الممانعة والحكي عن وحدة الساحات والحكي عن أنه يعني لأنه إسرائيل بسبع دقائق ممكن يعني، فهذه الأمور هذه بتراكم إشياء وممكن ترسم بعض المعالم تخلي الأمور تروح لهالدرجة. أنه كمان يعني ما حدا كان مثلا ينتظر أنه يعني ما يتساعد أركان هذه المحور ما يساعدوا بعضهم البعض، ما حدا حيترك الثاني تقدير هيك. لكن مدى من ثلاث اشهر كانت مواجهه مع الجهاد الاسلامي، حدا دخل معه بطريقه ما سئلت انا لا علاقه لي بما يقوم به الجهاد بالضفه كانت الحسابات بس هذه حسابات كانت موجوده كانت بعد صغيره بعد صغيره قياس صحيح للي ما يجري اليوم كثير صغيره كثير كثير اختلف الموضوع. لكن انا يعني اخر شيء الشعب الفلسطيني اهميته اليوم
وهو بيشتغل كثير الشعب الفلسطيني لنقل المقاومة إلى الداخل. انتبه يعني نحن عم نحكي اليوم نحن عم نحكي اليوم مقاومة الخارج استمرت من 70 ل 63 64 للانتفاضة الأولى والثانية ففعليا لا كان في جهد كثير كبير من اللي بيتعاطوا بموضوع المقاومة لأنك أنت تؤذي إسرائيل وتؤلمها في الداخل أكثر بكثير من الخارج. إضافة إلى أنك بدك تقيس مدى قدرة هذه الأفعال اللي عم تفعلها بأن تغيير شيء نوعي. تقديري أنا اليوم أنه القوى المرتبطة ببعضها بمحور الممانعة قد يكون هناك تناقضات فيما بينها ما بنعرف. في سباق لتبني ما يجري أمام القضية كبيرة هن بيعرفوا كيف يديروها. نحن على ما نحن عليه اليوم في شبكة أمان مؤمنة بين الرئيس ولي جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري. بعتقد الاتصالات السياسية فيما بين هذا المثلث بعتقد عم بيشتغل على موضوع محاولة تجنيب لبنان قدر الإمكان الدخول بهذه الحرب. شو بيحكي غيرنا؟ شو بيعمل غيرنا؟ شو حساباتنا؟ نحن ما بنتمنى أن لبنان ينفتح أمام ناس أو أمام مجموعات بتجي من دول تانية بدها تعمل حرب مقدسة انطلاقا من لبنان. مش هذا الموضوع ولا بعتقد ولا بعتقد حركة حماس أو القوى الفلسطينية اللي حد هلأ موجودة أو حتى حزب الله بريد ذلك. لكن علينا نحن أيضا أن نتساعد فيما بيننا لحتى نجنب لبنان هذا الموضوع عبر العمل الدبلوماسي عبر العمل السياسي عبر التواصل مع كل القوى حتى عبر التواصل مع الفلسطينيين. رئيس الحكومة ووزارة الخارجية لأنه أنت عم تحكي عن هذا الحزام الأمان اللي عم بيعمله. طيب قبل المواجهات انت كنت توقع ما بدي اقول ارتياح ترحيب مسيحي كامل. اليوم مسيحيين ما ضد ما يجري لانه برايهم هذه المقاومه الحقيقيه المقاومه لا منا بشويه ولا بعين الحلوه ولا بالكحاله. المقاومه بقرقيليا وبغزه وبالضفه الغربيه مزبوط صحيح او لا صحيح. فلماذا التضحيه بهذا الاجماع اللبناني؟ إلى أي درجة يمكن أن يجي حدا يحركش ويلعب بهذا الإجماع اليوم يلي يقف مع قطاع غزة؟ أداش قدرتنا نحن على التأثير يمكن عبر عنها الرئيس ميقاتي. أداش قدرة الدولة مش عبر عنها الرئيس ميقاتي. هذا النقاش نحن كان لازم نخلصه من قبل. نحن تأخرنا في إنهاء هذا النقاش نتيجة يعني لهيونا بقضايا ما إلى طعم رئيس الجمهورية. وعم نشوف اليوم هذه القضايا أداش صغيرة عم نشوفها اليوم هذه القضايا أداش صغيرة بالنسبة اللي عم بيصير على مستوى المنطقة وعم بيصير. لو كان عندك سلطة كاملة وخدنا حكومة ومجلس نواب يشتغل وخدنا بقضايا ضعنا فيها واليوم الاستراتيجيات عم ترسمها ناس تانيين وعم ترسمها دول كبيرة ونحن نقطة بهالبحر هذا. فأنا بعتقد اليوم أهم شيء تمتين شبكة الأمان الداخلي. كمان ما بدنا ننسى إسرائيل ربما بمرحلة تانية تيجي تعتدي على لبنان. ممكن يكون الدافع أو الفتحة هي يعني أنه الهجوم هو هجوم إسرائيلي. إسرائيل اليوم ما تقوم به يطال كل الدول العربية. اليوم إنهاء الصراع بالشكل الذي تريد إسرائيل ماذا يعني؟ يعني نقل المشكلة إلى كل الدول العربية. أنت عندك مشكلة لاجئين، مصر حيكون عندها مشكلة، الأردن عنده مشكلة، سوريا عندها مشكلة لاجئين إلى آخره. وبالتالي اليوم الضغط على إسرائيل لإيجاد مخارج لهالحملة تكون متناسبة مع التصور السياسي اللي وضعوه العرب ويصب في المصلحة الفلسطينية، هذا بعتقد واحد يعني مفروض أنه نحن ما نغفل عنه إن كان على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشعبي. لكن نحن نرى لحد الآن نحن اليوم نرى أن الدعم الشعبي السياسي الإعلامي الدبلوماسي للقضية الفلسطينية بشكل عام ولإدانة إسرائيل وللتمسك لعدم يعني لعدم إنجاح الغرب بمعركته لإدانة حركة حماس أو لإدانة مشروعية المقاومة بشكل عام، هذا واحد من المهام اللي بنقوم فيها اللي عم نقوم بواجباتنا تجاهها واللي بعتقد هذا يكفي لحد الآن بالتعاطي مع هذا الملف. لسنا بحاجة اليوم لتحويل لبنان إلى غزة تاني. هذا السؤال المطروح إلى أي درجة دخلك حدا عم بيحكي بانتخابات الرئيس؟ لا هلا امبارح الرئيس بري بالجلسة عم بيقول لا يا ريت في 86 نائب بتعطى ننتخب رئيس. قال لهم بنرجع بنعملها بعدين. يا ريت يتم التداعي، يا ريت تحت هذه يعني الظروف يتم التداعي لهالموضوع ونعمل رئيس جمهورية ونعمل حكومة. طيب سؤال أخير لأنه بعد عنا دقيقة أو دقيقتين بس. تجميد التطبيع يكفي بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ شوف ألا تعتقد اليوم أنه المملكة قادرة إذا بدها تروح بمسار التطبيع تأتي بشيء من حقوق الشعب الفلسطيني لاستثمار هذا الإنجاز الأمني اللي عملته حماس؟ لأن اليوم في ناس بتقلك
مفروض بولي العهد السعودي يشكر حماس انه ريحوا من التطبيع. لاي درجه النظريه صح؟ لا ما هي ما بعرف شو حسابات المملكه العربيه السعوديه، لكن انا بعتقد كنا نحن امام مسار حوار بين السعوديه وبين اسرائيل برعايه امريكيه إلى علاقه بوضع يعني حكى عنه عبر عنه. ويقال انه ما جرى لتطهيره اكثر ما كان لملف الفلسطيني بأمحت. ممكن هلا المملكه العربيه السعوديه اوقفت ما في ما في ما في ما في ارضيه للحديث عن تطبيع اليوم بظل هذه المشاهد اللي عم تشوفها. ما في شيء يعني بيستدعي ذلك. والدول اللي طبعت يمكن اليوم ما بعرف اذا بتعيد حساباتها ولا بتضل على نفس الحسابات، لكن الكل اليوم يجب ان يضغط باتجاه تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني واخذ الموضوع على المستوى السياسي وليس على المستوى فقط الانساني. والى الجزء الاخير دكتور بهاء، كنا عم نفتش اذا بكل هالحلقه فينا نحكي عن ما يجري في لبنان، لذلك عم بقول باي اطار اليوم فينا نحط الوضع وقديه نحن قادرين ننفط من دون خسائر. عم نراقب عصف يومي بعده بسوريا، امبارح عطلوا مطرين دمشق وحلب لردة فعل عادية. الملك الأردني اليوم بمصر، ما في أي حراك لا على الجبهة الأردنية ولا الجبهة المصرية. ليه نحن حظنا وحدنا يعني من 63 لليوم إنه جنوب لبنان جاهز ليتلقى كل ردات الفعل من أقصى العالم إلى أقصى من الأساس. لك ال 1901 ما أمن يعني رغم أهميته، بس ولكن بالفعل يعني بالفعل ما يعني واضح لحد اليوم أنه في خروقات مهمة على تحصل على هالمستوى. لبنان ساحة يعني موجود فيها يعني الأخوة الفلسطينيين موجودين بلبنان، حزب الله لديه امتداد أيضا موجود بلبنان. واضح أنه هذه الساحة معقدة، وهي يعني لبنان كمان هدف من أهداف الإسرائيلية المحطوطة في ظل هذا الحشد الدولي اللي تلقته يعني. ويعني حزب الله يعني بيحكي الإسرائيلي كل يوم أنه سيوجه ضربة إلى حزب الله وغيره، وبالتالي في 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 صراع معين نحن مش بإرادتنا عم بيحصل ولكن موجود. التعاطي معه اليوم بده يكون فيه يعني قديش الدولة بتقدر، أركان الدولة الأساسيين في ظل غياب رئاسي وحكومة عادية وغيره، قديش بنقدر أنه يعني نضبط هيدي الوضعية للبنانيين اليوم لحتى نجرب أنه لا نستدرج أو لا ننزلق إلى الانخراط في هذه الحرب. هذا الشيء هل بإيدنا لوحدنا؟ سؤال. هل بإيد الإسرائيليين لوحدهم؟ سؤال. فأنا تقديري اليوم يعني بس ما في مجال للعب، يعني ما في طابور خامس. نحن من الجانب الإسرائيلي فيك تقول طابور خامس، ومش مسموح تقول من الجانب اللبناني في طابور خامس. نحن اليوم تأخرنا في إيجاد الحلول لكل هذه الأمور، تأخرنا كثير، لذلك ربما نتحمل مسؤولية الأشياء اللي تأخرنا أنه نعملها. إضافة إلى أنه اليوم نحن بعدنا بالمرحلة الأولى من الحرب الكبيرة اللي عم بتدور، بعد في مراحل تانية هلا فيه هجوم بري، بعد شوي ما بنعرف شو بيصير الترانسفير، في حلول سياسية، في مؤتمرات ستعقد على خلفية هذا الحرب، في ممكن يتوسع صراع جديد، كل السيناريوهات مطروحة. صحيح. فنحن اليوم لازلنا في البدايات، كيف بتخلص كيف بتنتهي كيف بنخرط ما بنعرف، لكن اللي بنعرفه أنه قد ما فينا لازم نتأخر بعملية الانخراط بهذه الحرب، وقد ما فينا لازم نعمل على أن لا ننزلق إليها. هذا اللي لا نعطي زريعة بالمجان لإسرائيل لأن ترتكب يعني ما تقوم به اليوم في غزة في لبنان، وبالتالي هذا لازم نعمله، لازم نأمن هذه شبكة الأمان الداخلية اللي هي الجبهة الداخلية، نحصنها نحضرها ونشوف شو بيصير بالمستقبل. الموضوع يعني الجبهة الداخلية اليوم ما بيعتمد علينا، ما تكون الموضوع ما بيعتمد علينا وما بيعتمد يمكن على حزب الله لوحده، مين ما بيحمل، بيعتمد على جملة هالأشياء اللي عم تحصل بالمنطقة، واللي المبادرة الأساسية فيها اليوم بيد إسرائيل. المبادرة بعدها بيد إسرائيل برأيك؟ إسرائيل هي بتوسع الصراع وهي اللي بتصغره، هي المسؤولة عن هذا الصراع منذ البدايات، هي المسؤولة عنه. بس قواعد السلوك على الحدود بعدها في خرق من الطرفين عم بيكون. طيب في خرق، إسرائيليين عم بيخرقوا من زمان بيخرقوا الحدود. قبل ما أخلص هالحلقة ما فيني وأنا معي ممثل حزب التقدم الاشتراك بلجنة الحوار المسيحي الإسلام المسيحي الحوار الفلسطيني اللبناني، كنتوا عم بتطالبوا باستقالة مسؤول لجنة الحوار الدكتور باسل الحسن أو أنا والله صحيح بكسر. طلبنا نتيجة بعض الظروف. هلا تنشوف عم تعمل شيء لجنة الحوار إلها دور بهالمرحلة لضبط الساحة الفلسطينية بعد أحداث عين الحلوة؟ شفنا أنه في مشروع انقلاب كان على السلطة.
لأن السلطة اليوم معترفة بالإنوم بلبنان وحريصة على العلاقة مع اللي عم نشوفه على بداية تفلت فلسطين. لك الساحة الفلسطينية في لبنان معقدة إلى درجة كبيرة ويمكن شبيهة بالساحة اللبنانية، والمداخلات أو يعني اللبنانية الفلسطينية أيضا معقدة في كل الألوان للساحة الفلسطينية وفي كل العلاقات يعني موجودة، عارف كيف يعني، وهي الساحة متأثرة بالوضع الإقليمي وفيها يعني فيها تدخلات إقليمية كتير كبيرة، وبالتالي فأنت جزء من هذا الموضوع. هلا متابعتها كيف تحصل عبر لجنة الحوار عبر غيره من المؤسسات الأمنية اللبنانية أو السياسية اللبنانية، هذه مسألة أخرى. بالنسبة لاستقالته نحن طلبنا لأنه شفنا أنه في شيء مش عم بيحصل يعني ليس كما يجب يحصل على هذا المستوى، والموضوع عند الرئيس مئات اليوم هو بيشوفه. هلا مش وقته، هلا الموضوع مش وقته، الموضوع طويل طويل. مجلس الوزراء كان مجتمع بعضه اليوم عم بيحكي بكيفية شو عنا مقومات. شفنا امبارح بنية بالمنصورية لنا خمسة ايام ما وصلنا لنشيل جثة في سقفين فقط. فكيف اذا شهد لبنان فكيف اذا شيئا مما من هذه الصواريخ اللي عم تستخدمها بدك تضل تشيل الناس، شو بكون عم نعمل؟ صحيح، هذا للاسف هذا وضعنا الكارثي، هذا الوضع الغير محصن، هذا نتيجة التهاء يعني التهينا بقضايا امام ما يحصل سخيفة جدا ولا كانت تستاهل كل هذا الشيء. غريب. كان باحتساب حدا يحسبين وين رايحين وين ما كنا ليه، ما نحن بنعرف انه نحن بمنطقه ما هي منطقه حساسه مش جديده. هلا يمكن اللي صار مفاجئ ب 7 اكتوبر ولكن نحن كنا بمنطقه ما هي معروف مآلاتها، معروف انه انت رايح على استحقاقات كثير كبيره، انت عايش بمخاض حرب اوكرانيا تاثرت وجبتك عزمه، كورونا عملت لك مشكله، المشاكل بسوريا جبت لك مشكله، كل سنه نحكي ملف النازحين، في نازحين كمان موضوع النازحين يعني المقصد انت كان على الاقل انك تستكمل مؤسستك الدستوريه، تستكمل قوامك الدستوري لحتى تكمل، لحتى تكون جاهز لكل هذه الاحتمالات. غريب غريب. دكتور بهاء عم بشكرك، لك فترة معتصم بالصمت. صحيح صحيح. شكرا وشكر ينسحب لكل المشاهدين والمستمعي صوت لبنان. لكم مني أنا جورج شاهين أطيب التمنيات وإلى اللقاء في منشات جديدة.